السلام عليكم. انا كوتش صلاح الدين سيرتيفايد بيرسونال ترينر اونر اونر ام جيم. معلومه كده على السريع، اليومين دول الناس كلها بتتكلم انجل جيم ولا انجلش، اقعد في البيت احسن ولا انزل الجيم. سريعا كده، ركود يا ساده الامراض، وانت قاعد في البيت مع الدبريشن والاكل الانيلز والحاجات دي كلها، انت عرضه للاصابه بامراض تانية كتير جدا بعيدا عن الفيروس، الى جانب ان انت ممكن تصاب بالفيروس وانت موجود في البيت لان مناعتك في خطر. الناس بتيجي ناحيه الجيم تقول لك لا انا مش هنزل الجيم اليومين دول، الدنيا في اختلاط وفي ناس كتير مش عارف. انت تقدر تعمل كنترول على نفسك في اي مكان، انت بتركب مواصلات وبتروح هنا وبتروح هنا وبتقف في طوابير وطول الوقت في اختلاط. جميل قوي ان انا اروح بالكحول وان انا لابس الكمامه معايا التولز الخاصه بتاعتي، انا بطلع اتمرن والكمامه نازله تحت بقي، حد بيقرب مني يكلمني برفعها، بقدر اعمل كنترول على نفسي. بس انا بستفيد ايه؟ مناعتي وانا في البيت فين؟ في انهي زون؟ ومناعتي وانا في الجيم في انهي زون؟ وانا في الجيم مناعتي باقوى وافضل احوالها، لان انا اوريدي عندي دوره دمويه كويسه جدا، عندي الجهاز الليمفاوي في جسمي بينقي الدم وشغال، عامل لي فلتريشن في جسمي كله طول الوقت، مفيش اكسده في الدم، مفيش مشاكل عندنا. لذلك احنا بنقول للناس انزلوا الجيم. انا هنزل الجيم وانت كمان هتنزل الجيم. ليه؟ ده الخط الدفاعي التاني اللي بيستخدمه المدربين في الوقايه من فيروس كورونا. ما تخافش من فيروس كورونا، وهو على الوهم يقتلك. انزل الجيم واحنا مستنينا. يلا بينا جوه.